هذا الشعار شعار خائب، السلاح بيد الدولة. شنو الدولة؟ شنو الدولة؟ احنا نعرف انه اكو جزء من الحشد محترم قاتل. الحشد مؤسسة امنية بالقانون، قاتل يعني قاتل حشد. نعم. قاتل جزء منه قاتل زين، يعني البدر العصائب ابو مهدي المهندس قاتله. انا كم مره مخابر هذه العامل يقولوا لي بالجبهه ذي قاتل. اي هذا لا ينكر زين، هذا من ينكر؟ ما حد ينكر زين. هذا هو حشد، انا بتقديري هذا هو الحشد، هذا الحشد الحقيقي. اجى حشد اخر اضيف عليه، العشيره الفلانيه سوت لها حشد، الفلان الفلاني وشقاوة مدري وين سوى العشد. ما يصير هاي كلها زين، ذولا غير المفروض أن يعاقبوا. فشعار لازم يكون لا سلاح إلا بيد القوات المسلحة والقوى الأمنية مو الدولة. هذا هو شعار لازم يكون وينادون به ويلتزمون به. نعم. لهذا أنا بداية حديثي مع حضرتك قلت لك أكو 5 جيوش. نعم. الآن بالعراق والله العظيم وأقسم بالله صادق. وهذا أقصد به أنه 5 مرجعيات قيادات أكو، كل واحد يشتغل بمعزل. ولهذا أنا أول من فكر بأنه يجب أن تجتمع كلها تحت ظل واحد، القائد العام للقوات المسلحة اللي هو عادل علي المهدي.